أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم المشمشية. المشمشية مكوناتها سهلة وبسيطة وإن شاء الله نقدر كلنا نعملها في البيت. عندنا هنا 3 كوبايات من المية، وعندي 3 معالق من النشا والسكر، كمية حسب الرغبة اللي انت بتحبيها، وعندي هنا كوباية لربع مية عشان هندوب النشا فيها قبل ما نحطه، وعندي هنا كوباية من المشمشية اهي، انا جبتها وقطعتها كده بالشكل ده عشان تبقى سهلة ان هي تستوي معنا بسرعة. الطريقة بقى بتاعتنا، هنخلي النشا والمية دول على جنب دلوقتي. هنجيب الحلة هنحط فيها المية اللي احنا هنعمل فيها، هنحط المشمش بتاعنا بالشكل ده، وهنحط السكر وهنرفعه على النار لحد ما المشمش ده يستوي، وبعدين بالهاند بلندر هنضربه لحد ما يبقى معانا ما فيهوش اي تكتلات. هحطه على النار واوريكم هيبقى عامل ازاي. هنا اهو المشمشيه انا حطيتها على النار لحد ما هسيبها بقى، هقلبها بس شويه كده علشان السكر اللي احنا حاطينه يدوب في الميه. هنسيبها تغلي لحد ما المشمشيه بتاعتنا تستوي، وبعدين نبتدي اوريكم الخطوه اللي بعد كده. اهو انا بس هقلب كده تقليبه خفيفه علشان ادوب السكر. على فكره في ناس بتحب تحط للمشمشيه شويه فانيليا تديها طعم، يعني لو انت حابه ان انت تحطي فانيليا انا ما عنديش مشكله في كده، بس انا بفضل ان هي تبقى الطعمها الطبيعي. هنقلب كده بس لحد ما نتاكد ان السكر كله عندنا داب، ونسيبها لحد ما المشمشيه بقى تستوي خالص. المشمشيه اهي بدات ان هي تغلي معايا، انا هسيبها زي ما هي تفضل تغلي كده على نار متوسطة لحد ما المشمشية اللي عندنا دي كلها تستوي. المشمشية اهي المية ابتدت لونها يبقى اورنج شوية، ياخد من اللون بتاعها. هنسيبها برضو لحد ما تستوي خالص زي ما هي بتغلي كده على نار متوسطة لحد ما تستوي. المشمشية بتاعتنا اهي المية اتلونت اهي باللون البرتقاني، وهي استوت معانا كمان بقت مهرية خالص كده. هنجيب بقى الهاند بلندر بتاعنا ونضربها وهي في الحلة كده بالشكل ده لحد ما يبقى ما فيهاش اي كتل، اهو بالشكل ده. نتأكد ان احنا بس ضربناها كلها. لو مش متوفر عندك الهاند بلندر دي حطيها في الخلاط. اهو بالشكل ده كده. انا اهو بقلب الميه على النشا بتاعنا اللي احنا عملناه، وبعدين هحط النشا عليها كده ونقلب لحد ما نلاقيها تقلت شويه معانا. هنفضل نقلب كده لحد ما قوامها يلف. بصوا هي لفت على طول معانا اهو، اهي كده اهي ولونها جميل. على فكره هي ايه ما اتطحنتش قوي، يعني فيها شويه قطع كده مشمشيه تديها طعم حلو قوي. على فكره لو عايزه تطحنيها خالص براحتك. اهو هنرفعها بقى من على النار ونصبها. المشمشيه اهي رفعتها من على النار، انا سايبه فيها قطع لان انا بحب يبقى طعمها فيه قطع كده. هنجيب بقى الطبق بتاع التقديم اللي حسب رغبتك ونحط فيه كده كميه من المشمشيه بالشكل ده كده. كده وهندخلها التلاجة لحد ما تبرد وبعدين نقدمها. المشمشية هي لما قعدت في التلاجة وبردت، انا طبعا قبل التقديم بحب ان انا احط شوية كده من جوز الهند، طبعا الموضوع اختياري زي ما انت عايزة، ونحط شوية كده من الزبيب عليها. نعمله بس بشكل مرتب شوية كده،
اهو، ممكن شويه جوز هند كمان. ده شكل جمالي طبعا، الموضوع بيرجع لذوقك انتي. وتتقدم كده بلده وبالف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.